فمعانا سبيت بلد النهارده، الصوره الحلوه على الشاشه وفليفله ملونه، وهنعمل طاجن سبيت فاهيتا هنقدمه لحضراتكم بتفاصيل بسيطه وسهله وتقدري تعمليه في البيت. المقادير على الشاشه، صورها بالتليفون اكتبيها ورايا، نشوف المقادير يا شباب بعد اذنكم. سبيت بلدي، الله، فليفله ملونه، بصل، ثوم، كزبره خضراء، كل دي المقادير، زبده في المقادير وزيت زيتون، هي دي المقادير البسيطه السهله. القناه دي ده حاجه تانية خالص، معلش. المقادير على الشاشه، بص عليها كده ونكتبها. يلا، معانا سبيت بلدي، معانا فليفله ملونه، ومعانا بصل وثوم وزيت زيتون وكزبره خضراء. عايزه تحط جبنه على الفاهيتا اختياري. طيب تعالوا مع بعض نعمله بطريقه سهله وبسيطه. طاسه على النار يا عم الشيف، الطاسه دي لازم تكون شديده الحراره، وفي اسئله كتير على السوشيال ميديا لما بنيجي نعمل اكله السمك بنحط في الاعتبار نجاوب على اسئله حضراتكم. السبيت يا شيف مغاز الله يرضى عليك ما بيستويش معايا. السبيت يا شيف مغاز الله يرضى عليك بيشد معايا. الكاليماري نفس القصه، الاثنين ولاد عم، نفس الشكل، نفس اللون، نفس الطعم تقريبا، ولكن الفرق بين السبيت والكاليماري الشكل. سوري، السبطايه بتلاقيها طبعا كده بتبقى زي كف الايد، ولها طبعا الشوارب بتاعتها والراس بتاعتها مختلفه، اما الكاليماري اقماع عامله زي القمه زي القرطاس، هي دي اللي بتتحشي وبرده بيبقى لها الشرفشيب بتاعتها او الشوارب بتاعتها، والراس بتبقى بتاعتها صغيره. في العاده بيبقى السبيت وزنه كبير، اما الكاليماري بيبقى وزنه صغير. ده الفرق بين الاثنين، ولكن الشكل والطعم واحد. لما تيجي تعملي السبيت طاجن غير لما تيجي تعمليه مقلي، ده مهم جدا لازم نعرف الموضوع ده. لما نيجي نعمل السبيت طاجن غير لما نيجي نعمله مقلي. السبيت معانا زي الفل، قطعناه شرايح بتاخديه كده زي ما هو من غير توابل خالص، ولا تحط عليه اي حاجه نهائيا، زي ما هو كده، غير ان انا احط شويه زيت صغيرين. واخد السبيت ده يا عم الشيف في طاسه شديده الحراره، اديله صدمه ناريه. يعني ايه صدمه ناريه يا مغازي؟ يعني انزله على جريلا سخنه. الطبيعي اي انسجه بتتعرض لدرجه حراره عاليه في طاسه على جريلا، ايه اللي بيحصل؟ في تهتك للانسجه دي وتقطيع للانسجه دي، وبسرعه بيستوي. انما لو حطينا خضار، حطينا بهارات، حطينا توابل، بتعرقل عمليه السوى. عشان كده حذاري انك انت تحطي اي خضار هنا او اي تتبيله مع سبيت او كاليماري عايزاه يستوي بسرعه. المشكله اللي بتواجهنا احنا كلنا واللي هو قليل الخبره، لما يجي يعمل طاجن سبيت او طاجن كاليماري بيشد معانا زي البلاستيك او زي الاستيك، وفي نفس الوقت كمان مش بيستوي، بياخد وقت كبير على النار. لو انا عاملاه بالخضار، الخضار يتهري ويستوي ولسه السبيت ما استواش. مع الشيف المغازي السبيت مش اقل من 5 دقايق يكون مستوي معانا بالطريقه دي كده. طاسه شديده الحراره واستنى عليها لما تسخن. السبيت مش بحط عليه اي حاجه خالص، وبنزل بيه كده واحده. اه 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 حلو. اه اه اللهم صل على النبي. اه هو ده. اه واقلبه واقلب كده. طاجن السبيت فاهيتا. السبيت كده بعد دقيقه من دلوقتي استوى. اه من غير اي توابل، من غير اي بهارات، من غير اي خضار. اه خد الشكل الكوكعي، خد الشكل الحلزوني. اه اه شفت ازاي؟ هو ده. واسيبه على النار يا عم الشيف، والمخرج بيقول لي روق لي على البوتاجاز علشان الصورة تطلع حلوة. بكون مقطع الخضار بتاعي اللي هي الفليفلة الملونة يا عم الشيف، البصل الشرايح أو الجوليان، في مصطلحات كده لتقطيع الخضار مالكيش دعوة بيها. بصل شرايح، فلفل شرايح، كل ده مع بعضه. باجي على السبيت ده كده أغطيه وأسيبه يستوي. أه أنساه شوية يعني من الاخر، مش هحط اي حاجه عليه خالص. اه يلا مع السلامه، عشان الصوت بتاعك مزعج وانت بتستوي. الخضار بتاعنا معانا، فلفل اخضر معانا، فلفل احمر معانا، بصل شرايح معانا، كمان فلفل اصفر.
باخد الخضار ده يا عم الشيف كله مع بعضه. اللهم صل على النبي. وابدا ان انا ايه اقلبه كده علشان اخواننا في المكسيك قرايبنا الخضار عاملين زي الصينيين يعني، دايما الخضار بيبقى حي في قلب الطاجن. يعني ايه حي؟ يعني بتلاقي شكله كده لطيف كانه لسه مستواش. فالمفروض في الفاهيتا بتاعتنا الجميله دي الخضار ما يستويش جامد، يبقى واخد الوانه الطبيعيه. اه دول كده زي الفل، ومع شويه بهارات حلوين كده ومعلقه زيت صغيره بنقلب الخضار ده كده. اللهم صل على النبي. الفاهيتا بتحب البابريكا، شويه كركم، شويه بهارات، حلو قوي، الملح والفلفل بتاعنا. الصبيت بيستوي ومغطيه لانه عايز ينط من الحله. اه اللهم صل على، استوى الصبيت على فكره، يعني انت عايز تشوفه استوى ولا ما استواش واحنا مع بعض دلوقتي حالا على الهواء عشان بس نشوف التايم لاين اللي استوى فيه الصبيت كده. انا حطيت البهارات بتاعتي، عندي كمان شويه كزبره خضراء، عندي شويه توم طازه، واخد الخضار ده يا عم الشيف كده بالشكل ده كده. اه خضار الفاهيتا بين اصابع ايديا وكف ايديا، فلفله ملونه، بصل شرايح جوليان، توم طازه، كزبره خضراء، معلقه من زيت الزيتون، البهارات بتاعتنا بابريكا، ملح، فلفل، زعتر، شويه كركم. اقلب الخضار كده اهو، نكشف على الصبيت بتاعنا ونشوف ظروفه ايه. يلا الكاميرا تستعد. اه والصوره الحلوه على شاشه القناه الاولى مع صبيت فاهيتا طاجن، سرعه التسويه بتاعته لا تتعدى العشر دقائق زي الفل. افتح يا سمسم. اه اللهم صل على النبي. استوى الصبيت، نقلب كده ونشوف الدنيا عامله معانا ايه. انا عارف بياخد وقت كبير، وانا بجاوب على الاسئله دي عملي يا فاروق والله. انا عارف اهو، شفت الصبيت اهو، شفت اللون ده كده، هو ده. استنى عليه لما ميته تنشف شويه. مش هحط اي حاجه خالص، زي ما هو كده. دايما يعني نسمع يقول لك واحد والله مات وهو ماشي كده في امان الله، جات له سكته قلبيه. الصبيت كده والكاليماري لازم تجيله السكته وقت ما بتصدم الصدمه الناريه على النار، يعني تيجي الانسجه متقطعه مره واحده نتيجة تعرضه للحرارة. حلو، كان لازم نفهم الموضوع كده. اه شايفين الصبيت استوى. خلاص، من غير توابل ولا صلصة. اوعى تحطي معجون طماطم، واوعى تحطي طماطم، اوعى تحطي توابل. زي ما هو كده. حاضر، عينيا والله هريحك كده. هناخد واحدة زي دي كده اهي، من دول كده. احنا بناكل الصبيت بالشوكة والمعلقة والسكينة عشان بس نفهم. ادي معلقة اهيت وادي شوكة، بس عايزين نحسب من ساعة ما حطيت الصبيت في قلب الطاسه. يلا يا اساتذة المصورين حبايبي اللي انا بحبهم، فرسان التلفزيون المصري. مفيش سكينة معايا، في معلقة للأمانة اهي، وعايز اكل الصبيت اعمل ايه؟ وانا واقف اهو، شفت اهو، ايه رأيك؟ استوى. اكل على هوا تسمح لي؟ استوى في ثانية. وانا واقف اهو. في دقائق معدودة استوى الصبيت. حلو قوي، نحطها هنا. ناخد الخضار بتاعنا، اللهم صل على النبي. بس خلاص ونغطيه. عملت طاجن الفاهيتا في اقل وقت ممكن، زي ما هو كده هغطي الطاسه بتاعتي. من غير ميه، من غير اي سوائل، واغطيها كده. ايه اللي هيحصل هنا كيميائيا وعمليا وفنيا وطهويا؟ الخضار فيه سوائل، ان انا اغطيه هيتعرض لدرجه حراره عاليه جدا، الخضار هينزل من فوق ينزل على الصبيت، الصبيت عطشان يسمران يسقيني محبه، ينزل يشرب تشكيله الخضار تشكيله التوابل بالشكل ده كده. خلصت الفايته. ايه ده يا شيف؟ ده ما كملناش 10 دقايق مع بعض. مع الواحد بيتكلم وبيشرح الموضوع، لو انت هتعمليه في المطبخ مش هيكمل معاكي 5 دقايق، لانك بتسرحي مع نفسك كده وبتتخيلي الاكله وجوزك بياكل ويقول لك تسلم ايدك يا حبيبتي. حلوه. لا ما تبص على الصبيت بقى، رايك؟ بص على الصبيت الحلو ده كده، بص على الصبيت. اهدى بالله عليك يا اخي، بالله عليك يومك حلو.
اهو ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اهو يا ويلي يا ويلي اهو. ايه يا عمري شفت الصبيت ازاي مع الفلفله الملونه؟ ما اقولكش بهديلك الطاجن ده. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ خلاص استوى يا باشا طعم هنا. بقول لك عشان يا سمراني اسقيني ايه؟ محبه. اسقيني هنا الخضار والتوابل. انا هغطيه طبعا على النار عشان هنغرفه بشكل حلو دلوقتي. المطاعم الكبيره والمطاعم في المكسيك والسي فود دايما يجيبوا زهره كده بشكل حلو، في شكل سمكه، في شكل طاجن، شكل حلزوني، شكل بيضاوي، وتبقى سخنه زي الفل وينزل عليها الفاهيتا كده وتتقدم وتبقى زي الفل. معاها جبنه بقى مش معاها جبنه، مش هو ده الموضوع. الموضوع والخبره في اللي انا عملته. وقال لك الطاسه وسر الطاسه مع المغازي. لكل اكله اسرار ولكل اكله مفتاح نجاح. زي اي عمل الاخراج له مفاتيح نجاح وابداع، تصوير له مفاتيح نجاح وابداع. كمان لما بنعمل اكله حلوه عايزين نقدمها بشكل حلو، تعبنا فيها. شوف المغازي قدم معلومه غير معلومه، عرفنا منه ان السبيت عشان يستوي لازم ما يتعرضش لاي توابل ولا اي خضار. السبيت استوى معانا اهو، خضار حي وزي الفل. كمان لازم نقدمه بشكل حلو قوي. ظبطنا التوابل والملح زي الفل. الراجل الطيب جوزك بيديك مصروف كل شهر، او انت مثلا عندك مصروف، كل واحد في حياته اكيد له يعني حاجه كده ايه تحت البلاطه، عايزك تطلعي اللي تحت البلاطه ده وتشتري اكسسوارات مطبخ تكون عندك. جريلا زي دي كده، زهره حلوه، تعملي بيها شو على السفره، ايه المشكله؟ عندك ضيوف، عندك صحابك، تقدري تعملي حاجه حلوه زي اللي انا بعمله دلوقتي. طبعا هنعمل الحاجه دي علشان برده كمان الصوره تبقى حلوه. زهره زي دي سخنه زي الفل. بعمل ايه يا عم الشيف؟ معايا السبيت عايز اقدمه بشكل حلو. طبيعي ان انا باخد السبيت الحلو ده كده حلو، اللهم صل على النبي، واخده زي ما هو كده. يلا يا شباب صلي على الحبيب قلبك يطيب. السبيت مع التركايه والمعلومه الغير معلومه اهو اهو اهو. يا ويلي العب يا السمك. ألف أنا وشفا اللي ياكل زي الفل. تن سخن لغاية لما جوزك يركن العربية ويدور على مكان يركن في العربية والضيوف تيجي تتجمع كلها، وبألف أنا وشفا طاجن السبيت فاهيتك.